الحقيقة الكثير من أبناء المحافظة والمكونات والجهات ترحب بزيارة الرئيس، وهناك أيضا من يعارض، وهذا حق مشروع، يعني أنه عبر عن رأيك دون أن ندخل في شيء يضر بالصالح العام، لكن التعبير أنني أرفض أو أنني أقبل أو أنني أرحب هذا شيء أمر طبيعي اعتدنا عليه في محافظة المهرة، واعتاد عليه أبناء محافظة المهرة أنه هذا تعبير عن الرأي. وكثير من الناس يروا أن المجلس الرئاسي بما فيه الرئيس رشاد العليمي لم يحقق أي شيء للمحافظات التي زارها مثل حضرموت وغيره. إلى اليوم المجلس الرئاسي أو الحكومة تعيش في شيء من الثبات، في شيء من الركود. نتمنى أنه ما إذا كانت زيارته للمحافظة المهرة ستنتج عن خدمات، ستنتج عن مشاريع، ستنتج عن شيء إيجابي، فأهلا وسهلا به. وكل من يأتي من مسؤولية الحكومة يقدم شيء للمحافظة فأهلا وسهلا به. أما الزيارات فعلا التي قد تتخذ جانب من الجانب الإعلامي أو الشيء الإعلامي دون يعني تحقيق شيء على أرض الواقع، أكيد يعني يرفض أي مواطن هذا الشيء. ونحن في المهرة نؤمل إن شاء الله أن تكون هذه الزيارة لها آثار إيجابية على المستوى الخدماتي في المحافظة.